السلام عليكم طلاب الكرام في أي مكان في جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة دفعة التابلت 2021. مكملين مع بعض في النصوص المرة دي بعد ما أخذنا في الأدب مدرسة الديوان، فبناخد النص التطبيقي المنهجي اللي موجود عندي على المدرسة أو على مدرسة الديوان، ومعنا النهاردة نص رثاء مي. وكالمعتاد احنا بنتناول النصوص بشكل المنهجي بشكل متحرر عشان أقدر إن أنا أستفيد منه. نص رثاء مي بمنتهى البساطة هو لكاتب عندي اسمه العقاد. النص هقسمه لجزئين، الجزء الأول حلقة النهاردة اللي هشرح فيها النص وهحل متحرر على النص، والحلقة الجاية إن شاء الله اللي احنا بنشرح فيها أفكار النصوص كالمعتاد أو تعليقات النصوص عشان لو جاتني في المتحرر أبقى عارفها وأعرف أطلع عليها بشكل كويس. طيب هنبدأ مع بعض كده واحدة واحدة. أولا لما بيجي يتكلم على نص رثاء مي فهو لعباس محمود العقاد، النص من مدرسة الديوان. النص بيعبر ان العقاد بيمر بمشكلة معينة. المشكلة اللي بيمر بها العقاد ان كان في اديبة اسمها مي زيادة. مي زيادة دي كانت صاحبة صالون ادبي، وصالون ادبي ده يعني مكان بيجتمع فيه الادباء من مختلف المناطق، بيبدأ ان هم يتناقشوا مع بعض في مجموعة من القضايا الادبية او بيقضوا وقت مختلف ايا كان الحاجة اللي هم بيعملوها. فكان من بين اصحاب هذه الصالونات الادبية هذه الاديبة مي زيادة، فكانت مي زيادة صاحبة صالون مين؟ صالون ادبي. المهم ان توفت هذه الأديبة، فبيدخل العقاد في مرة من المرات بيتساءل عن مكان وجود الأديبة، ولكن بيكتشف مرة واحدة ان الأديبة مي زيادة مش موجودة. فأول ما العقاد بيلاقي الأديبة مي زيادة مش موجودة بيبدأ يتساءل ويكتب هذا النص، حسرة على فقد هذه الأديبة التي توفت، حسرة على هذه الأديبة التي لها عظيم الأجر وعظيم مين الفضل، فكتب هذا النص. طبعا النص من بدايته يسمى فيه رثاء مي، والرثاء هو من شعر المناسبات اللي المفروض مدرسة الديوان بتاخده على مدرسة الإحياء، وبتقول ان انت عندك مشكلة يا مدرسة الإحياء او من بين مشاكلك يا مدرسة الإحياء ان انت بتهتم بشعر المناسبات. فبتيجي العقاد النهاردة بيكتب في شعر المناسبات وبيكتب في الرثاء. فسئل العقاد عن ذلك فرد وقال المدح الصادق ليس عيبا. يعني العقاد شايف ان انت لو بتكتب في شعر المدح او في شعر المناسبات وكنت صادقا فبيقول ليس عيبا، المدح الصادق ليس عيبا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا النقد الذي وجه للعقاد وما رد العقاد عليه. هقرا النص كده سريعا واتكلم على افكاره. بيبدأ في البداية عندي بيقول اين في المحفل مي يا صحاب، عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عرشها المنبر مرفوع الجناب، مستجيب حين يدعى مستجاب، أين في المحفل مي يا صحاب. سائل النخبة من رهط الندي، أين مي هل علمتم أين مي، الحديث الحلو واللحن الشجي، والجبين الحر والوجه السني، أين ول كوكباه أين غاب، شيم غر رضيات عذاب، وحجى ينفذ بالرأي الصواب، وذكاء ألمعي كالشهاب، كل هذا في التراب، آه من هذا التراب. ويكما أنت براد ما لديك، أضيع الآمال ما ضاع عليك، مجد مي غير موكول إليك، مجد مي خالص من قبضتيك، ولها من فضلها ألف ثواب. ده كان النص بمنتهى البساطة. تعالوا نتكلم عنه كده واحدة واحدة. ده كان النص قدامنا. تعالوا هبدأ ان انا اتكلم عنه بشكل مقاطع مين؟ بشكل مقاطع متحررة. هبدأ كده يا شباب في البداية. طبعا ده كل ده من كتاب سيبويه طبعا الخاص بينا. تمام؟ فهنا بيبدأ عندي بيقول اول حاجة بيقول في نص رثاء مي في بعض الحاجات انا جايبها من امتحانات فاتت كانت اختيارات فقلت احطها مدام كده كده اختار فهتتناسب معنا ما فيش مشكلة يعني. فهنا بيبدأ النص عندي بيقول العقاد، يقول العقاد في نصه رثاء مي، أين في المحفل مي يا صحاب، عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عرشها المنبر مرفوع الجناب، مستجيب حين يدعى مستجاب، أين في المحفل مي يا صحاب. بيبدأ العقاد في البداية عندي بأسلوب استفهام الغرض منه الحسرة على فقد الأديبة. إذا أساليب الاستفهام دخل النص هنا كلها حسرة على فقد مين الأديبة. يبقى إمتى بنستخدم الحسرة؟ نستخدم الحسرة عند فقد شيء سمين، ودي هتفيدني في المتحرر عادي خالص. طيب فبيبدأ العقاد بيقول أين في المحفل مي يا صحاب، بيسأل. والمحفل يعني المجلس، مكان الجلوس بتاع الأدباء. مي، وطبعا هنا ذكر الكاتب كلمة مي مجردة من الأسماء ليدل على مدى العلاقة بينهما. يا صحاب هنا نداء الغرض منه التنبيه وينادي على أصحابه الذين يجلسون في هذا المجلس.
العقاد ايوه بيسأل عن مكان وجود الأديبة، ولكن هذا السؤال الذي يسأله العقاد لا ينتظر له جوابا، يعني هو مش مستني إجابة لهذا السؤال. ليه يا عقاد انت مش مستني إجابة للسؤال ده؟ لأن العقاد هو من سيتولى الإجابة عن هذا السؤال بنفسه. يبقى هنا لما بتسأل عن حد غائب، تمام، وانت متأكد ان هو غائب، السؤال هنا بيكون الغرض منه الحسرة، ولا تنتظر لهذا السؤال مين إجابة، والعقاد مش مستني إجابة كمان لأنه من سيتولى الإجابة عن هذا مين السؤال. فبينزل هنا بيقول عودتنا، يعني اعتدنا منها، وحط لي هنا الواو المشددة في كلمة عودتنا ليدل على استمرار العطاء الأدبي للأديبة، ان العطاء الأدبي بتاع الأديبة ما هي زيادة، عطاء غير منقطع. فبيقول عودتنا ها هنا فصل الخطاب، والها هنا حرف للتنبيه. خدوا بالكم الهاء وكلمة هنا اسم إشارة للقريب يدل على قرب المجلس. خدوا بالكم يا شباب ان هاء التنبيه دي هي اللي موجودة في كلمة زي كلمة هذا وهذه. فكلمة هذا وهذه الهاء اللي في الاول دي للتنبيه، واسم الإشارة عندي هو الذات، ده نفس الكلام. الهاء هنا للتنبيه، وهنا هنا هي اسم مين الإشارة للقريب ليدل على قرب مجلس الأديبة مي زيادة. فصل الخطاب بمعنى القول الصائب، وده كناية عن القول الصائب، وده تاني مظهر من مظاهر تقليد القدماء داخل النص. فمظاهر تقليد القدماء الاول ان هو كتب في الرساء، والثاني انه جاء متأثرا بالقرآن الكريم في قوله فصل الخطاب من قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بعد كده هنا بيقول عرشها المنبر، والعرش هو مكان الجلوس الذي تجلس عليه مي زيادة، فشبه المكان اللي بتجلس فيه مي زيادة بالعرش. وبعد كده قال لك عرشها المنبر، فشبه مكان الجلوس بمين يا جماعة؟ بالمنبر. فده تشبيه بليغ، وعندي كلمة عرشها مبتدأ وكلمة المنبر خبر، اذا هذا اسلوب قصر عن طريق تعريف الطرفين المبتدأ والخبر. مرفوع الجناب تعتبر على سبيل الاستعارة المكنية، شبه العرش بانسان عالي المكانة، حذف الانسان وصرح بمين؟ وصرح بالعرش. ومرفوع الجناب كلها تدل على علو مكانة مين؟ الأديبة مي زيادة. بعد كده هنا بيقول مستجيب حين يدعى مستجاب، فعرش مي زيادة اللي مقصود به هنا بلاغة وأدب مي زيادة وقوتها في اللغة العربية، فحين تنادي مي زيادة على اللغة العربية مستجيب، يعني تلبي اللغة العربية نداء الأديبة مي زيادة وتصيغ من الكلمات ما تصيغ. وحينما تنادي بلاغة مي زيادة على الأدباء، أول ما بلاغة مي زيادة تبدأ تنادي على الأدباء، من فورهم الأدباء يبدأون يستجيبون لهذه مين البلاغة. فدي أصبح بالنسبة لي على سبيل الخيال الممتد، شبه مرة المنبر بإنسان يستجيب، ومرة المنبر بإنسان يستجاب له. وفصل في النص عندي بإطناب الاعتراض للاحتراس من الفهم الخطأ في قوله حين يدعى، ليدل من خلاله بيقول لك حين يدعى، وهنا اجاز بحذف الفاعل عن طريق بناء الفعل للمجهول، فبيقول لي هنا حين يدعى ليدل على ان مي زيادة ليست ثرثارة، ولكنها فقط تتحدث حينما يطلب منها. وبيعيد تاني بيقول اين في المحفل مي يا صحاب، استفهام للتحصر، وتكرار الاستفهام يدل على التأكيد على الحسرة التي يعاني منها العقاد، وذكر كلمة مي مجردة يدل على مكانة هذه الأديبة لدى مين؟ الأديب العقاد. معنى كلمة المحفل، هل هو المنبر ولا المجلس ولا المسرح ولا المدرج؟ طبعا معنى كلمة المحفل هو المجلس، الاختيار رقم باء. مضاد كلمة مستجيب، هل هو موافق؟ مضاد كلمة مستجيب، هل هو موافق موقوف ولا معروض ولا مرفوض ولا منتظر؟ طبعا مستجيب عكسها مرفوض، بستجيب ليك عكسها ان انا برفض الاستجابة، اذا عكسها مرفوض. النقطة اللي بعديها بيقول تنتمي القصيدة الى ديوان، هذه النقطة حطيتها طبعا هي مش تبع المتحرر، ولكن حطيتها كده كتحسبا موجودة عندنا في كتاب المدرسة. فينتمي القصيدة الى ديوان اعاصير مغرب، اعاصير مغرب. عاش العقاد في الفترة من 1889 الى 1964، وهو احد اعلام التجديد في العصر الجاهلي ولا الاموي ولا العباسي ولا الحديث. طبعا هو احد اعلام التجديد في العصر مين؟ في العصر الحديث. حدد مما يلي نوع الصورة الخيالية في قوله عرشها المنبر، نوع الصورة الخيالية في قوله عرشها المنبر، طبعا تشبيه بليغ، شبه العرش بمين؟ بالمنبر. حدد مما يلي ما يوحي به قول الكاتب عودتنا، هل تدل على قيمة العطاء
ولا استمراره ولا عظمته ولا القول الصائب؟ طبعا عودتنا توحي باستمرار العطاء، اما فصل الخطاب توحي بمين يا جماعه؟ بالقول مين؟ الصائب. اذا عودتنا عشان الواو المشدده هنا يدل على استمرار العطاء مين؟ الادبي. حدد مما يلي البديع في قول الشاعر مستجيب ومستجاب بين كلمه مستجيب ومستجاب، هل ده تصريع؟ لا طبعا، التصريع في اول بيت. هل ده حسن تقسيم؟ لا طبعا. هل ده تورية؟ لا طبعا. أمال ليه بين كلمة مستجيب ومستجاب جناس؟ واحد يقول لي يا مستر ده الجناس لازم يكون المعنى مختلف. طب ما هو المعنى مختلف، ما هو مستجيب يعني ملبي ومستجاب يعني ملبى له، ده عكس بعض تماما. إذا بينهما جناس يعطي جرسا موسيقيا. المطلب الأول، علل. بدأ النص بسؤال لا ينتظر له جوابا. ليه؟ لأن العقاد من سيجيب عن هذا السؤال بنفسه، حاطط أسئلة إجابتها صغيرة عشان لو جاتني حاجة شبهها في المتحرر عشان نكون فاهمين مع بعض، هي تتحط اخطر. يبقى هنا بدأ النص بسؤال لا ينتظر له جوابا لأن العقاد هو الذي سيجيب عن هذا السؤال بنفسه. حدد من خلال قراءتك الأبيات أثر البيئة فيها. طبعا لو أنا بصيت كده يا شباب بيقول لي هنا حدد أثر البيئة، طبعا مفيش كلام، أثر البيئة واضح جدا في مشاركة المرأة في الحياة الأدبية، والدليل على كده إن مي زيادة كانت صاحبة صالون أدبي، يبقى مشاركة المرأة في الحياة الأدبية باين جدا إن أنا عندي مثقفين ومثقفات. إذا من أثار البيئة هنا كثرة المثقفين وكثرة مين يا جماعة؟ المثقفات. وطبعا باين إن هنا بيقول لك المحفل يعني المجلس وهذا صالون أدبي، يبقى انتشار الصالونات الأدبية. إذا أثار البيئة في هذا المقطع انتشار الصالونات الأدبية، مشاركة المرأة في الحياة الأدبية، كثرة المثقفين والمثقفات. يعني إيه يا جماعة أثار البيئة؟ بطلع ألفاظ سائدة، أشياء سائدة، ما تمتلكه الناس حتى لو كان متاعهم، الحاجات اللي بتمتلكها الناس حتى لو كانت الحاجة دي المتاع بتاعها. ننزل تحت هنا بيقول المقطع الثاني، بيقول سائل النخبة من رهط الندي أين مي؟ هل علمتم أين مي؟ الحديث الحلو واللحن الشجي والجبين الحر والوجه السني أين ولا كوكباه أين غاب؟ طبعا هنا في البداية بيقول سائلوا النخبة، يعني اسألوا، أمر الغرض منه الالتماس، وحذفت الهمزة هنا للتخفيف، كان تقدير الكلام اسألوا، ولكن حذف منها مين يا جماعة؟ الهمزة أو الألف للتخفيف عشان يخفف الكلام، وطبعا ده إجاز بحذف حرف. وهنا سائلوا أمر الغرض منه مين؟ الالتماس، عشان بينادي على أصحابه. والنخبة يعني صفوة القوم أو المثقفين. سائلوا النخبة من رهط، والرهط هو العدد من 3 إلى 9، والندي بمعنى الكرم. فبيقول اسألوا المثقفين عن مكانة الأديبة مي زيادة. بعد كده بيستدرك العقاد الكلام مرة تانية وبيقول لك ممكن مش كل المثقفين يعرفوا كمان مكانة الأديبة مي زيادة، ولكن صفوة المثقفين هم من سيدركون مكانة هذه مين؟ الأديبة. لذلك النخبة هنا نكر معرفة للتعظيم، ورهط الندية تدل على قلة من يدرك مكانة الأديبة مي مين؟ زيادة، ومعرفة طبعا الندية هنا المين للتعظيم. أين مي؟ هل علمتم أين مي؟ مش محتاجة شرح. فين الأديبة مي زيادة؟ هو أنتوا عرفتوا مكان وجود الأديبة مي زيادة؟ تكرار الاستفهام للتأكيد على الحصرة. الحديث الحلو إجاز بحذف المبتدأ، فتقدير الكلام هنا هي الحديث الحلو. إذا إجاز بحذف مين هنا؟ المبتدأ. ووصف كلمة الحديث بالحلو يدل على مدى الاستمتاع بهذا الكلام، يدل على مدى ان انت مستمتع بهذا الكلام، لذلك انت بتصفه بان هو مين؟ حلو. وعلى سبيل الاستعارة المكنية شبه الحديث بطعام حلو المذاق. ولما بيقول اللحن الشجي، تمام، استعارة هنا، يبقى الحديث الحلو اللحن الشجي، لا ده بالنسبة لي تعتبر استعارة تصريحية. شبه صوت مي زيادة بمين؟ باللحن الشجي، وكلمة الشجي بمعنى المؤثر، فوصف اللحن بالشجي يدل على الأثر الطيب لهذا مين؟ الأثر الطيب الذي يتركه مين؟ اللحن، أو مدى تأثير اللحن. إذا الحلو تدل على الاستمتاع، والشجي تدل على مدى مين؟ التأثير. دي تدل على الاستمتاع، دي تدل على التأثير. على فكرة دلالات الكلمات حاجات مهمة جدا 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 السنة دي، ان انا اقدر اوصل لدلالة الكلمة وما توحي به. انا بقول لك دي موجودة في امتحان السنة دي ان شاء الله ثانوية عامة في المحتوى المتحرر، مش الكلمة دي طبعا، بتكلم على الإيحاءات ودلالة الكلمة. خد مني الكلام اللي انا بقوله لك ده. اللي بعديها والجبين الحر،
الجبين الحر والوجه السني، ده كناية عن جمال وجهها وروعة مين؟ وروعة وجهها. وطبعا كل ده إجاز بحذف المبتدأ، هي الجبين الحر، هي الوجه مين؟ السني. أين ولى يعني اختفى، كوكباه أين غاب، أين اختفى هذا الكوكب، أين غاب هذا الكوكب. هناك دلالة واضحة لكلمة ولى وغاب مكتوبة في كتاب المدرسة، إن هي يا جماعة نقلت الشاعر من مجرد الاستفهام عن مكان وجود الأديبة مي زيادة، بدل ما بيستفهم عن مكان وجود الأديبة مي زيادة، إلى بداية الحديث عن نهاية محتومة وهي الموت. بدأ يتكلم خلاص عن نهاية محتومة أو نهاية مؤكدة وهي مين؟ وهي الموت. ده دلالة كلمة ولى وغاب، والاتنين بمعنى مين؟ اختفى. وكلمة هنا لو بصينا تكرار الاستفهام يدل على الحسرة، ولى وغاب بينهما ترادف يوضح المعنى ويؤكده. وكلمة كوكباه ده منادى مندوب، وأصل الكلام وكوكباه، ولكن حذفت وهنا، حذفت وهنا لمناسبة مين؟ لمناسبة الوزن. وطبعا هي مش كوكباه، ده هي المفروض مي زيادة، إذا ده يعتبر استعارة تصريحية، شبه مي زيادة بمين؟ بالكوكب. وده كان المقطع الثاني، يلا نحل تدريباته. جاء الخيال داخل النص، هل غامض؟ هل متداخل؟ غير متكلف ولا معقد؟ طبعا الخيال داخل هذا النص غير مين؟ متكلف. وده من سمات مدرسة الديوان كلها، ان هم بيستخدموا خيال غير متكلف، برضو هيفيدنا في المتحرر. يبقى هنا من سمات مدرسة الديوان استخدام خيال غير متكلف. الانشاء فيما يلي، يعني الاسلوب الانشائي في هذه الاساليب، هل هي الحديث الحلم؟ هل اللحن الشجي؟ هل أين؟ هل الوجه السني؟ طبعا كل هذا ليس إنشاء، ما عنديش غير كلمة مين؟ أين ولا كوكباه أين غاب؟ إنشاء استفهام الغرض منه مين؟ الحسرة. حدد مما يلي نوع الصورة الخيالية في قوله اللحن الشجي، ليست استعارة مكنية، ليست تشبيها، ليست مجازي مرسل، فهي استعارة تصريحية. حدد مما يلي وصف كلمة الحديث بالحلو، يدل على التفاهة ولا الاستمتاع ولا التأثير ولا الخيالية؟ طبعا يدل على الاستمتاع به. حدد مما يلي الغرض من الإنشاء في قوله سائله، طبعا ليست الرجاء، ليست التمني، ليست التنبيه، سائله هنا الغرض منها الالتماس، لأن العقاد يطلب من أصحابه. رقم 6، بيقول موقف شعراء الديوان من الصور البيانية، حتة مهمة جدا 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 في كتاب المدرسة، هيجيبها لك في المتحرر برضو. يقول لك موقف شعراء الديوان من الصور البيانية، هل تنقل شعور الآخرين؟ تنقل إحساس الإنسان الآخر؟ طبعا خطأ. هل ليس من المهم النظر إليها؟ ما نبصش أصلا للصور الخيالية، ده بالنسبة للديوان، لا ما وصلوش للدرجة دي. هل نقل رغبات الشعب وإحساسه، يعني الصورة الخيالية تنقل رغبة الشعب والإحساس؟ طبعا لا أبدا. أما للصور الخيالية اسمتها يعظمون دورها في نقل إحساس الشعب، هم بيعظموا وبيرفعوا من مكانة الصور البيانية إذا كانت قادرة على نقل الإحساس، فإذا لم تستطع هذا لا يستخدمون الصور البيانية. يبقى هنا موقفهم من البيان أو موقفهم من الخيال أو موقفهم من الصور الخيالية، هم يلجأوا إليها فقط لنقل إحساس مين؟ الشعر. يبقى متى يلجأ شعراء الديوان إلى الصور البيانية؟ يلجأون إليها في موقف واحد، وهو نقل إحساس مين؟ نقل إحساس الشاعر. حرص شعراء الديوان على هل تماسك القصيدة، تنافرها، تعدد أغراضها، ولا الصور البيانية؟ طبعا حرص شعراء الديوان على تماسك القصيدة، تماسك القصيدة، أن تكون القصيدة متماسكة. واستنى دي عليها سؤال دلوقتي، كيف جاءت قافية الشعر بالنص؟ القافية يا شباب لو أنا بصيت أهو، أدي النص، بص معايا ماشي أهو، قافية الباء 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 الباء، بعد كده نزل لمين؟ للياء المشددة، بعد كده رجع للباء تاني، بعد كده نزل للكاف. اذا القافية واحدة ولا القافية متنوعة؟ طبعا يا شباب القافية هنا، القافية كيف جاءت القافية بالنص؟ جاءت متنوعة. جاءت ايه؟ متنوعة. ولماذا جاءت على هذا الشكل؟ فأي نص متحرر لتنقل إلينا عاطفة الشاعر وتشوف عاطفة الشاعر داخل النص، فهنا عاطفة الشاعر الحزن والحسرة، يبقى لتنقل إلينا مدى الحزن والحسرة الذي يعاني منه العقاد، عشان تنقل إلينا الحزن والحسرة الذي يعاني منه مين؟ العقاد. حدد العاطفة العامة للنص، الحزن على فقد مين؟ الأديبة. ثم حدد أثرها في اختيار الألفاظ، بطلع فوق هنا وبطلع بعض الألفاظ التي تدل على العاطفة، والنقطة دي تحديدا إن شاء الله استنوا في التجربة الشعرية هتكلم إزاي ممكن يجيب الكلام ده في نظام الإختر أو الاختيار إن شاء الله فيما بعد. ده كان المقطع الثاني، تعالوا نبدأ في المقطع رقم 3. بيقول هنا شيم غر رضيات عذاب، شيم بمعنى صفات، وغر
الغرة هي بياض في جبهة الفرس، وهنا المقصود بها واضحة، يبقى هي صفات واضحة وكأنها الغرة في جبهة الفرس. رضيات يعني مرضية عنها، عذاب بمعنى نقية وكأنها الماء العذب. إذن أنا لدي هنا ثلاثة استعارات مكنية. الاستعارة الأولى شبه الشيم بخيل غر، الاستعارة الثانية شبه الشيم بإنسان نرضى عنه، والاستعارة الثالثة شبه الشيم بالماء مين؟ بالماء العذب. إذن الخيال هنا خيال مين يا جماعة؟ ممتد. وسمة الخيال قلتها من شوية إن هو غير مين؟ غير متكلف. يبقى هنا ما سمة الخيال هنا إن هو غير إيه؟ غير متكلف. في ثلاث أخيلة، في ثلاث كلمات، ولكن بالرغم من ذلك لا تشعر بصعوبة مين؟ البيت. إذن الخيال غير إيه؟ متكلف، ينبع من إحساس مين؟ الشعر. لو قال لك هنا وما أثره طبعا نقل إلينا آلام الشعر، نقل إلينا مدى الألم الذي يعاني منه مين؟ العقاد. يبقى الخيال غير متكلف، أثره أنه نقل إلينا مدى مين؟ مدى الألم. وحجة طبعا هنا في إيجاز بحذف المبتدأ، هي شيء، هي حجة، تمام، هي ذكاء، هي جمال، كله إيجاز بحذف المبتدأ للاهتمام بالخبر. طيب، وحجة بمعنى عقل، ينفذ بمعنى يخترق. لذلك يا شباب في فرق بين كلمة ينفذ وينفذ. من الخطأ لما المكالمة بيرن عليك مثلا، تيجي ترن على حد تكرر معاكم كتير، تقول لك لقد نفذ رصيدكم، طبعا خطأ. نفذ بمعنى اخترق، هي المفروض لقد نفذ بالدال، فنفذ بمعنى انتهى، ونفذ بمعنى اخترق. وحجة ينفذ بمعنى يخترق، تمام؟ بالرأي مين؟ بالرأي الصواب، يعني الرأي مين؟ القاطع، كناية عن قولها الصائب، كناية عن قولها مين؟ الصائب. طبعا على سبيل الاستعارة المكنية شبه العقل بسهم يخترق، بسهم يخترق. وذكاء المعي كالشهاب، هي ذكاء إيجاز بحذف المبتدأ، ذكاء المعي كالشهاب، يبقى شبه الذكاء بتاعها بمين؟ بالشهاب. وجمع كلمة شهاب أشهب وشهبان، فهنا بيقول لك شبه ذكاءها بمين؟ بالشهاب. عندي أداة التشبيه الكاف، وعندي وجه الشبه اللي هي كلمة المعي، إذن التشبيه هنا تشبيه مين؟ مفصل. عندي أداة التشبيه، وجه الشبه، والمشبه، والمشبه به، وكل ده طبعا كناية عن مدى توقد الذكاء، أو توحي بمدى ذكاء مين؟ الأديبة مي زيادة. وجمال قدسي لا يعاب، جمال قدسي بمعنى طاهر، لا يعاب يعني لا يستطيع أن يعيبه مين؟ أحد. يبقى هنا استعارة مكنية، شبه الجمال بشيء طاهر، شبه الجمال بشيء طاهر. وهنا يا شباب في عندي دلالة حلوة جدا، إن كلمة جمال قدسي لا يعاب يا شباب بمنتهى البساطة جمعت ما بين المادي والمعنوي. فالجمال شيء مادي نستطيع أن نراه بأعيننا، ولكن حينما يوصف بكلمة قدسي فإنه قصد به الجمال الطاهر أو الجمال القدسي نسبة إلى القدس. إذن كلمة جمال قدسي جمعت بين المادية والمعنوية، فهي أفضل من كلمة جمال لا يعاب. يمكن أن نأخذ على العقاد إن قول لا يعاب بنفس معنى كلمة قدسي، فهي جاءت مجلوبة للقافية، ولكن طبعا هنا بالنسبة لنا يا شباب جاءت لتأكيد مين؟ المعنى. الرد إن هي جاء بها لتأكيد مين؟ المعنى. طبعا بين كلمة قدسي ولا يعاب ترادف، أما بين كلمة قدسي ويعاب بس طباق يوضح المعنى، وهذا طبعا إيجاز عن طريق حذف الفاعل، عن طريق بناء الفعل للمجهول في قوله مين؟ يعاب. كل هذا في التراب، ده أسلوب استفهام حذفت منه أداة الاستفهام. فتقدير الكلام هل كل هذا في التراب، تقدير الكلام إيه؟ هل كل هذا في التراب، حذفت أداة الاستفهام هنا يا شباب، حذفت أداة مين؟ الاستفهام بالنسبة لنا. وطبعا بيقول يعني ينفع كل هذا الجمال يدخل داخل مين؟ التراب. فالتراب هنا مجازي مرسل علاقته الكلية، ذكر التراب وأراد مين؟ وأراد القبر. بيكمل الكلام بيقول آه من هذا التراب، فكلمة آه اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع وأتألم من هذا التراب. لها دلالة قوية جدا كلمة آه يا جماعة، لو جات لك في المتحرر بعد كده، إن كلمة آه تحمل معنى الألم وتحمل معنى التحدي. يعني لما يجي لك حد يقول لك أنا ضربت أخوك، تروح تقول له مثلا آه منك. كلمة آه اللي انت قلتها دي شايلة حاجتين، ان انت متألم لضرب اخيك، وفي نفس الوقت بتتوعده ان انت هتنتقم منه. يبقى كلمة آه من هذا التراب يا جماعة، كلمة آه تحمل معنيين، التحدي معنى الألم ومعنى مين؟ التحدي. يبقى آه هنا حملت ايه؟ الألم والتحدي. آه من هذا التراب، تمام؟ بالنسبة لنا شبه التراب يا شباب، عذرا، تمام؟
آه من هذا التراب. بالنسبة لنا يا شباب شبه التراب بإنسان يتوجع منه، إذن على سبيل الاستعارة مين؟ المكنية. وهنا طبعا في كتاب المدرسة متكلم في تفصيلة كده صغيرة، بس مش هتفرق معايا كتير لأن كده كده متحرر بالنسبة لنا. الغرض من النص المدح ولا الهجاء ولا الوفاء ولا الرثاء؟ طبعا غرض هذا النص هو مين؟ هو الرثاء. تمام؟ جمع كلمة الشهاب، هل هي الشهائب ولا الشهوب ولا الشهبان ولا الأشهب؟ طبعا جمع كلمة شهاب شهبان، جمع كلمة شهاب شهبان. رقم 3، القيمة الفنية من تنكير كلمة شيم وغر رضيات عذاب ليست أبدا تهويلا، ليست أبدا توبيخا، ليست أبدا تحقيرا. القيمة البلاغية لكلمة شيم وغر رضيات وعذاب نكرات كلها، الغرض منها التعظيم. نوع الصورة الخيالية في قوله ذكاء المعي كالشهاب، طبعا هذا تشبيه مفصل، تشبيه مفصل. أيهما أجمل، جمال قدسي لا يعاب ولا جمال لا يعاب؟ طبعا جمال قدسي لا يعاب، جمعت بين المادية والمعنوية. نوع الأسلوب في السطر الأخير لما بيقول كل هذا في التراب، طبعا ليس أسلوبا خبريا، ليس إنشائي غير طلبي، ليس خبر لفظا إنشائي معنى، هو أسلوب إنشائي طلبي لأنه استفهام. اللي بعديها بيقول للمطلع الأول كيف جاءت صور الشعر، كيف جاءت صور الشعر، لسه قايلين من شوية غير متكلفة، يبقى صور الشعر مالها؟ غير متكلفة. وما أثرها؟ نقلت إلينا مدى الألم الذي يعاني منه. فالصور تنقل إلينا الفكر، تنقل إلينا أفكار الكاتب، فنقلت إلينا فكرته هو مدى الألم لفقد مين؟ الأديبة مي مين زيادة. نلمح داخل النص التماسك اللفظي والمعنوي، ركز معايا كده كويس، يعني إيه أصلا تماسك لفظي وتماسك معنوي؟ تماسك لفظي يا جماعة يندرج في الأساليب السائدة داخل النص، يبقى التماسك اللفظي يظهر التماسك اللفظي في الأساليب السائدة داخل النص. فنلمح داخل النص يا جماعة التماسك اللفظي على انتشار الأساليب، ولكن خاصة الأسلوب الإنشائي، أساليب كتير جدا منتشرة، ولكن الأسلوب اللي منتشر بشكل واضح جدا هو الأسلوب الإنشائي، خاصة في الاستفهام في قوله أين وفي قوله هل أو في كل هذا في التراب أو الأمر في قوله مين سائله. يبقى هنا وهذا مما يشيع التماسك بمين؟ بالقصيدة. يبقى التماسك اللفظي عن طريق انتشار الأساليب، خاصة الأساليب الإنشائية كالاستفهام في كلمة أين وكل هذا في التراب والأمر في كلمة مين سائله، وهذا كله أشاع التماسك داخل مين النص. أما لما يسألك يا شباب عن التماسك المعنوي فأنت تنقل إلينا الأفكار التي يحملها النص بشكل مرتب، إن النص بتكون الأفكار بتاعته مرتبة، ده المقصود بالتماسك المعنوي. طبعا التماسك المعنوي موجود في نص رثاء مي، حيث أنه يبدأ بالحصر على فقد الأديبة، ثم يبدأ يتوجه إلى تعديد صفات الأديبة، بعد كده بيتجه إلى التراب فبيتحدى مين التراب، وأخيرا بيؤكد على خلود أدب مجد مي مين زيادة. فالأفكار بالنسبة لنا أفكار منطقية مترتبة، فهذا مما أعطى التماسك مين المعنوي. أو قد تأتي إليك بشكل اختيارات فتيجي بشكل مختلف، يقول لك تسلم البداية عبر انتقالات وصلت إلى النهاية. ما هو ده عشان يصغرها لك ويقدر يحطها لك في إخطر، يبقى تسلم البداية يعني بداية النص عبر انتقالات وصلت به إلى النهاية، استلم البداية وسط انتقالات قدر يوصل بها المين للنهاية، ده كان التماسك مين المعنوي. المقطع الرابع والأخير بيقول ويك ما أنت براد ما لديك، ويك ما أنت براد ما لديك، بيكلم التراب. فويك اسم فعل مضارع بمعنى بمعنى أتعجب، وهي تحمل التعجب والزجر، يعني تعجب وتهديد في نفس الوقت، بيتعجب منه ولكن بيهدده. فبيقول له ويك، بيقول له التراب، والكاف هنا لاستحضار صورة المخاطب، وكأن التراب أمامه يتحدث إليه ويخاطبه. فبيقول له ويك ما أنت براد ما لديك، هو أنت مش هترجع اللي عندك؟ طبعا يقصد الأديبة مي زيادة، استعارة مكنية شبه التراب بإنسان يتحدث إليه، الكاف حرف لاستحضار صورة المخاطب هو والضمير أنت، عندي ما هنا المشبهة بليس، فأصبح بالنسبة لي ده أسلوب توكيد عن طريق الباء الزائدة في قوله مين؟ في قوله براد. ويك ما أنت براد ما لديك، هو أنت مش هترجع اللي عندك؟ يروح رايح لحكمة ويقول لك إيه فيها؟ أضيع الآمال ما ضاع عليك، أضيع بمعنى أشد ضياعا، والآمال بمعنى الأمان والطموحات، ما ضاع عليك يعني التي ضاعت عليك. عايز تقول يا عقاد
عايز يقول لك بمنتهى البساطة ان اصعب امل للانسان في هذه الحياة او اصعب امل يضيع على الانسان في هذه الحياة هو الامل الذي يفوته فلا يستطيع ان يحققه. يعني ايه؟ يعني لقدر الله انت عندك امل ان انت تخش الكلية الفلانية، تمام؟ فانت جيت اخر السنة ما جبتش المجموع بتاعها، فانطريت ان انت تخش كلية تانية، فاصبح ده بالنسبة لك امل غير محقق. فالامل الغير محقق اللي انت ومش هتقدر تحققه، يعني امل ما تحققش ومش هتقدر تحققه، فبيقولك ان هو ده اضيع امل على الانسان، الامل الذي كان من قدرة الانسان ان يحققه ولكن لظروف ما امتنع هذا الهدف واصبح من المستحيل ان يتحقق. فده المقصود من هذا البيت، حكمة صادقة من محاكم العقاد، وهذا مظهر ثالث من مظاهر تقليد القدماء اللي هو الرساء، التأثر بالقرآن الكريم في قوله فصل الخطاب، واستخدام الحكم في قوله أضيع الأمال ما ضاع عليك. أضيع طبعا مبتدأ، وما هنا اسم موصول في محل رفع خبر، فكلمة أضيع هنا مبتدأ معرفة عشان كلمة الأمال هنا عرفتها عن طريق الإضافة، وكلمة ما هنا معرفة عشان هي اسم موصول. إذن ده أسلوب قصر، ومن أصعب أساليب القصر أسلوب قصر عن طريق تعريف الطرفين المبتدأ والخبر، واستعارة مكنية شبه الأمال بشيء مادي يضيع. مجد مي غير موكول إليك، وكلمة موكول يعني مسند، كلمة موكول يعني مسند، فبيقول لك ان مجد مي زيادة ليس مسندا ايه؟ ليس مسندا اليك، يعني انت قدرت تدفن الجسد ده، بس هقول لك حاجة، انت المجد بتاع مي زيادة ده مش اختصاصك انت، ده مش موضوعك انت، مجد مي خالص يعني متحرر من قبضتيك يعني من يديك، يعني انت مجد مي مش تبعك، مجد مي متحرر منك، اذا استطعت ان تدفن جسد مي زيادة فانك لن تستطيع ابدا ان تدفن مين؟ مجد مي زيادة. استعارة مكنية شبه المجد بشيء، تمام كده، بشيء يدفن او شيء يغار او شيء يدفن يعني. وكلمة قبضتيك استعارة مكنية شبه القبر بانسان له قبضة، واستعارة مكنية شبه القبر بانسان يحدثه، وهي ايضا مجازي مرسل علاقته السببية، فالسببية ان اليد هي سبب القوة، فهي المفروض خالص من قوتك وقدرتك وسيطرتك، ولكن اصل القوة والسيطرة هي اليد، فاصبح مجاز مرسل علاقته مين؟ السببية. مجاز مرسل علاقته مين؟ السببية. الكاف لاستحضار صورة المخاطب، ولها من فضلها الف ثواب، يعني لها اجر عظيم على ما فعلت. عندي لها جر ومجرور خبر مقدم، الف مبتدأ مؤخر، اذا ده اسلوب قصر عن طريق تقديم الجر والمجرور لها على المبتدأ الف للتخصيص والتوكيد، وده طبعا كناية عن عظيم اجر الاديبة مي زيادة. وده كان اخر مقطع هنحل التدريبات بتاعته بس، فكلمة ويك في موضعها وسياقها لسه قايل من شوية تحمل التعجب والزجر، خد بالك ان كلمة تحمل الالم والتحدي، وويك التعجب والزجر ممكن تجيلك في حاجة متحررة عادي خالص. جمع كلمة فضل هل هو افاضل؟ لا طبعا، ده جمع كلمة فاضل افاضل. هل هو فضول؟ طبعا جمع كلمة فضل ايه؟ فضول. ما ينفعش اقول افضيل ولا فضلاء، فضلاء جمع كلمة فاضل برضو، اذا جمع كلمة فضل ايه؟ فضول. ايهما اجمل، خالص من قبضتيك ولا خالص من قبضتك؟ لا قبضتيك، لان تدل على احكام السيطرة انه بيستخدم الايدين مع بعض، قبضتيك بيستخدم الاثنين مع بعض، اذا كلمة قبضتيك احسن من كلمة قبضتك لانها تدل على احكام السيطرة. ايهما اجمل ولماذا؟ لها الف ثواب ولا الف ثواب لها؟ طبعا لها الف ثواب، تقديم الجر والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد. اصدر كتاب الديوان في الادب والنقد، طبعا الاولى والثانية العقاد والمزني هما اللي اصدروا كتاب الديوان في الادب والنقد. جوهر الشعر عند شعراء الديوان كما بيّنوا في مقدمة الديوان بتاعهم، يعني اصل الشعر عندهم، لا يعبر عن الاخرين، لا يعبر عن القدماء، لا يعبر عن المعاصرين، جوهر الشعر عند شعراء الديوان ان يعبر عن ذات صاحبه. لذلك من شوية قلنا لك ان هو ايه؟ الصور الخيالية، يعظمون دورها في نقل احساس الشعر، لذلك الشعر عندهم معبر عن ذات صاحبه. رقم 7، نوع الصورة الخيالية في قوله ما انت براض ما لديك، طبعا استعارة مكنية شبه التراب بانسان يتحدث اليه. داخل النص رثاء مي وضح، داخل نص رثاء مي وضح كيف تدرجت بنية الدلالة الشعرية. طبعا انا عندي مصطلحين، مصطلح اسمه الدلالة الشعورية ومصطلح اسمه الدلالة الشعرية. فالدلالة الشعورية هي العاطفة التي تحملها الابيات، الدلالة الشعورية عاطفة الابيات.
أما الدلالة الشعرية فهي أفكار النص. يبقى الدلالة الشعرية هي أفكار مين؟ الأبيات. فهنا تدرجت بنية الدلالة الشعرية حيث بدأ بالحصر على فقد الأديبة، ثم انتقل إلى تحدي التراب، وختم النص بالتأكيد على مين؟ بالتأكيد على الخلود. يبقى بيبدأ يتساءل، بعد كده بيتحسر على الفقد، يبدأ إن هو يتحدى التراب، وفي النهاية يؤكد على خلود مجد الأديبة ما زيادة. قلت الكلام ده من شوية. آخر حاجة بيقول: مما نجم التماسك الواضح بالنص والبنية المتماسكة. ما انا قلت لك من شويه ان شعراء الديوان بيحرصوا على تماسك القصيده، فبيقول لي تماسك القصيده ده نجم منين؟ حاجه سهله جدا، تقول له نجم من وحده الموضوع، نجم من وحده الشعور، نجم من وحده الجو النفسي. يبقى مما نتج التماسك داخل القصيده من وحده الموضوع، من وحده الشعور، من وحده الجو النفسي، ان الموضوع واحد، الشعور والجو النفسي داخل النص مين واحد، لذلك تحققت عندي الوحده مين؟ الفنيه. بكده وصلنا للنهايه، يا رب اكون بفيدكم باي حاجه، ولو حتى حاجه صغيره بحاول بقدر الامكان ان انا ما ابخلش عنكم باي شيء ان شاء الله تعالى. عندنا حلقه ثانيه ان شاء الله هيبقى فيها التعليق على النص، عشان اتكلم على الافكار المتحرره داخل النص. لو جات لك في اي نص متحرر ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب، ونسيب تعليق بأي حاجة مش فاهمينها، واتمنى ان احنا بنكون بنفيدكم بأي شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.